أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. اخترنا لكم السيد أحمد وداني، مؤسس وشريك في شركة أماني للسياحة والسفر. بداية أسعد الله أوقاتك سيد أحمد. أهلا بكم. يا أهلا وسهلا فيك. حابين في بداية برنامجنا نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضرتك، من هو أحمد وداني مع حفظ الألقاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زيارة طريفة ونورتونا إن شاء الله. أحمد وداني، مغربي جنسية، مواليد 83، 39 سنة، عايش الله يحفظك. جيت الإمارات تقريبا في سنة 2005، اشتغلت في نفس المجال السياحة والطيران، وشوية بشوية بنترج في السلم الوظيفي من موظف المشرف المدير، والحمد لله توفقت وعملت شركة، وبعدين عملت شركة ثانية. يعني اكتسبت خبرة في البداية، بعدين فكرت في تأسيس شركة أماني بنفس المجال. عملت أستاذ أحمد في نفس المجال. في نفس المجال ما شاء الله. في نفس المجال يعني تقريبا الحين 18-19 سنة ما شاء الله. خبرة يعني طويلة ما شاء الله. أستاذ أحمد، كيف شفت دولة الإمارات لما دخلت دولة الإمارات وبدأت العمل في هالمجال؟ وسبحان الله، يعني في الأول الواحد طبعا رؤية بتكون على قد مستوى شاب إنسان متخرج موظف عنده طموح. فالحمد لله دولة الإمارات فيها المميزات هذا، يعني بتساعدك على النجاح، يعني كقيادة رشيدة، يعني الحمد لله أنه كبداية موظف، كتدريج، يعني صرت مدير مسؤول على شركات. وحتى لما فكرت أني أستثمر، فكرت أني أستثمر أول حاجة في الإمارات قبل ما أستثمر في بلادي. يعني لأنه الحمد لله نعمة الأمان والأمن والتسهيلات، كل شيء بيساعد وبيشجع بدولة الإمارات. بيساعد ما شاء الله. والحمد لله بدينا وفتحنا الحمد لله شركة أماني، واشتغلنا الحمد لله، وعدنا ثقة مع الناس، وعدنا يعني قاعدة جيدة في مستوى الإمارات. والحمد لله حتى في أزمة كورونا الحمد لله يعني حصلنا أنه يعني الدولة كانت مساعدة ما شاء الله، يعني خصوصا إحنا في مجالنا أنه تأثر أكيد أكثر مجال جزء أثر في مجال السفر والسياحة تأثر يعني كثير، بس الحمد لله يعني قدرنا أنه نتخطى هذا الإشكال اللي صار. الحمد لله إحنا متواجدين في السوق ومحافظين على سمعتنا الحمد لله. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. سيد أحمد، حابين نعرف السادة المشاهدين أيضا على الخدمات اللي بتقدموها في شركة أماني للسياحة والسفر. الخدمات اللي بنقدم شركة أماني السفر والسياحة كل ما بيتعلق بالطيران، الفنادق، حجزات الفنادق، مواصلات، رحلات سياحية، كروزر على مستوى العالم. والحمد لله عندنا شركائنا في المنطقة سواء محلية والدولية، يعني الحمد لله يعني الخبرة اللي هي أخذنا تعامل وعلاقات، فالحمد لله ناجحين. واحنا بنشتغل في يعني الاوت بوند والان بوند، سواء الناس اللي جايين على الامارات او الناس اللي حابين يطلعوا من الامارات، فيعني في جميع المجالات اللي تخص الطيران. يعني اليوم انا اليوم كسائح حابب اجي من دوله معينه على دوله الامارات، كيف الخطوات؟ من وين انتم بتبدا مجال عملكم مع الزبائن؟ او طبعا في عندنا احنا ويب سايت بيتعاملوا معنا، بتيجي ريكويست على الويب سايت او عن طريق السوشيال ميديا، على انستغرام، الفيسبوك، سناب شات، الايميلات. بنتعامل مع شركات دي ام سي متواجده في برا، طبعا بيطلبوا الطلب بنلبيهم على طول. قنوات الدفع الحمد لله يعني سهله وموثوقه، يعني ما فيهاش فيش مشاكل. بيدخل بيطلب العميل الحجز تبعه، بنأكده له يعني في خلال دقائق بيكون داخل وحجز ودفع فلوس ووصلوا التأكيدات الحجزات. في عندنا قسم خدمة ما بعد المبيعات، طبعا الشباب بيشرفوا، وهذه أهم نقطة، يعني مش خلاص بعت خلاص أخذت فلوسك مع السلامة، لا، يعني بنفضل متعاملين مع الزبون كأنه أمانة لغاية ما يخلص سفرته ويرجع بالسلام. النشاطات اللي بيقوم فيها خلينا نحكي السائح داخل دولة الإمارات، في عندكم خدمة معينة متعلقة بهالمجال؟ طبعا شوف، بالنسبة لدولة الإمارات ما شاء الله لو أنت حتجلس 30 يوم كل يوم نعمل لك برنامج. ما شاء الله، يعني البنية التحتية جاهزة في دولة الإمارات للسياح أو استقطاب السياح. وأنت خير دليل الإكسبو. صحيح. إكسبو 2020 ما شاء الله كان ناجح، كان غير متوقع. صحيح. ف
فيعني المجالات والأنشطة سواء عوائل جامعات على جميع المستويات، يعني فئة الشباب أو فئة العوائل، فيعني موجودة الأنشطة اللي يقدر يقوم بها السائح خلال، لو حيجلس خلال 30 يوم كل يوم نقدر نعمل له برنامج داخل الإمارات. جميل جدا. كل يوم كل يوم برنامج غير الثاني. جميل جدا. حبينا بس نوضح للمشاهدين إنه يعني موضوع السياحة والسفر من حجز التيكت إلى النشاطات الموجودة طبعاً. لزيارة الأماكن، خلينا نحكي السياحية والأماكن الأثرية، كل هذه النشاطات برضو في خدمة بتوفرها شركة أماني للسياحة والسفر. اليوم أيضا سيد أحمد حابين نعرف السادة المشاهدين على الشيء اللي بيميزكم بمجالكم. أهم حاجة الثقة للعميل. أنا خلاص طلب شيء معين، أنت مجرد ما بتقول أمين خلاص بوفر لك، فهذه المصداقية هي أساس النجاح. صحيح. فهذا يعني خصوصا إحنا بنقدم خدمة، يعني شغلة غير ملموسة، فالواحد يكون قادر عليها يرجع واضح. فالحمد لله يعني ابتداء من البرنامج، من تذكرة الطيران، من استقبال في المطار، ذهاب وإياب للفندق، جولات على حسب الجولات السياحية، الأيام اللي بيكون عنده فيها راحة، البرنامج كامل. ما شاء الله. بنقدم البرنامج كامل. جميل جدا. نتمنى لكم طبعا دوام التميز والتقدم والنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله توصلوا لأعلى المراتب والعالمية بإذن الله تعالى. سيد أحمد، شو الرؤية المستقبلية الموضوعة لتطوير شركة أماني للسياحة والسفر وأيضا الأعمال الخاصة بها؟ احنا الحمد لله يعني بحكم اني متواجد بالمجال صار لي فترة، والحمد لله انه عدنا فروع كمان دولية، طبعا اجت أزمة كورونا رجعنا خطوتين ورا، بس الحمد لله انه متواجدين بالسوق وقدرنا ان نكمل. طبعا عدنا فروع دولية، عدنا على مستوى المغرب، عدنا في امريكا، نقدم خدماتنا يعني في جميع المجالات كيف ما قلت لك اللي هي خاصة بالسفر والسياحة الكروزر. الرؤية أنه إن شاء الله نستمر على هالمصداقية اللي عندنا وعلى ثقة الناس هذه، نحافظ عليها ونطور من نفسنا للأحسن للأحسن إن شاء الله يا رب. بإذن الله. إن شاء الله يا رب نشوفكم على مستوى العالم بإذن الله تعالى إن شاء الله. سيد أحمد، اليوم حضرتك متواجد أكثر من 20 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أوائل الدول في مجال وموضوع الأمن والأمان. اليوم شو بيعني لك كمستثمر مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان والتسهيلات تقدمها دولة الإمارات؟ الحمد لله على النعمة هذه، الحمد لله على القيادة اللي موجودة في دولة الإمارات، يعني قيادة وشعبها. الحمد لله أنه إحنا ما بنحس بنفسنا أنه غرب في هذا البلد. صحيح. يعني لا من ناسها ولا من ثقافتها، بحكم أني تواجدت من يعني من صغري أنا في الإمارات، يعني أنا جيت على الإمارات بداية العشرين في العشرين، وأنا الحين صار لي 19 سنة تقريبا 20 سنة. صحيح. فالفكرة موجودة بتحس بها وبتشعر بها أنه أنت قادر تستثمر في البلد وقادر تعيش فيه بدون أي مشاكل، بدون أي خوف، بيصير الانتماء، بيصير ولاء. صحيح. فالحمد لله هذا إحنا بنحس به. طبعا كيف ما قلت نعمة الأمن والأمان، طبعا إذا ما في أمن وأمان كيف حتقدر تستثمر أو حتقدر تعيش؟ فالحمد لله النعمة، نتمنى من الله أن تدوم النعمة هذه على البلد وعلى جميع الأمة الإسلامية. آمين إن شاء الله. آمين يا رب. هذا طبعا سيد أحمد هي نعمة الأمن والأمان، نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن هذه النعمة بتتطلب قيادة حكيمة لتحافظ عليها، وأيضا القيادة الحكيمة والرؤية السديدة جعلت دولة الإمارات توفر بيئة خصبة للاستثمار وللمستثمرين. هذا من جهود خلينا نحكي حثيثة لحكام شيوخ دولة الإمارات. كيف بتحب توجه لهم رسالة شكر من السيد أحمد؟ بوجه رسالة شكر وامتنان حكام دولة الإمارات، قيادة الإمارات، شعبا وقيادة، على الجهود اللي بيعملوها. فعلا الناس جالسة بتشتغل ليل نهار في الخفاء على أساس يوفروا الأمن والأمان، وهالطريقة اللي هي سهلة تقدر أنك تفتح شركة وانت جالس في مقر بيتك. فالحمد لله على التسهيلات، نسأل الله أن تدوم عليهم نعمة الأمن والأمان
والرخاء والسخاء في هذا البلد هذا. آمين يا رب، آمين يا رب. حابين نشكرك جزيل الشكر سيد أحمد، شكرا لنا، يعني بالعكس انتم نورتونا. الله يسلمك يا ربي، انبسطنا يعني بلقائك، وان شاء الله بكون لنا لقاءات اخرى بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نكون خفيفين، نطلع عليكم ان شاء الله. الله يرضى، ما شاء الله عليك، ما الله يحفظك. يكفي هالابتسام الحلوه يا سيد احمد. سيد احمد، حابين نعرف وننوه برضه للساده المشاهدين عن الموقع الجغرافي لشركه اماني للسياحه والسفر وكيفيه التواصل معكم. شركة أماني للسفر والسياحة متواجدة في إمارة راس الخيمة في منطقة المعريض، موجودين طبعا. اللي حابب يتواصل معنا موجود عندنا ويب سايت تبعنا، بنقدم فيها جميع التسهيلات، موجود أرقام يعني تليفونات شباب متواصلين يعني على مدار 24 ساعة، الانستغرام، جميع وسائل التواصل الاجتماعي متواجدين فيها. إذا أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول عبر الموقع الجغرافي، وأيضا سوف تظهر كيفية التواصل، الويب سايت الخاص بشركة أماني للسياحة والسفر، وجميع أرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية برنامجنا سيد أحمد، حابين نتشكرك مرة أخرى جزيل الشكر. شكرا لنا ونورتونا وشرفتونا. إلنا الشرف أستاذ أحمد. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير، في أمان الله.